اخوتي احبابي، تبارك الله عليكم في الفيديو الجديد. كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف على الدعم للقناه والتشجيعات ديالكم. الان كنتواجدوا في قنطره اللي داروها جديده، اللي كتفصل ما بين واولوت وتزاغين. كما كتشوفوا الحمد لله الاشغال متواصله، القنطره راهم داروا لها التزفيت. كما كتشوفوا الحمد لله الامور غاديه مزيانه، الحمد لله القنطره اللي ما بقالهاش بزاف ويعطوا لها الانطلاق ان شاء الله، باقي غير الجهه اللي من لهيه. الحمد لله على كل حال، كما كتشوفوا الامور غاديه مزيانه، راهم يديروا التزفيت يلاه كيسالاو هاد اليومين ديال التزفيت، باقي واحد المرسوم منا ان شاء الله يكملوه. ونخليكم خوتي مع الكماله ديال لا فيديو. تحياتي لكم.